غازا. في أعماق الصراعات وألم الحروب تختبئ شهادات النازحين الفارين من نيران الحرب، وتروى قصص مؤلمة ومؤثرة عن الفقد والصمود. إنها قصص البشرية التي تتجلى في أصعب الظروف وتحمل بين طياتها جراحاً لا تندمل وأحلاماً تتحطم ولكن تعود لتتشكل من جديد. شهادات النازحين والفارين من نيران الحرب هي ليست مجرد قصص، بل هي صور حية تتحدث عن عذاب الضعفاء وصمودهم، عن رحلات الهروب الشاقة، عن الأمل الذي يتوهج رغم كل الظروف القاسية. الفيديو القادم يتضمن شهادة من سيدة فلسطينية تحمل الكثير والكثير لنشاهد. اليوم هيوم ليلة الاثنين، اجوا اليهود الساعات من حوالي 2 في الليل، ما سمعنا اول، انا كنت والله نايمه انا وزوجي الله يرده بالسلامه، خبطوا علينا على غرفه النوم، ما صحينا طلعنا نجري برا، صاروا يحدفوا على البيت اشياء متفجره، داري انا قبل ما ينزلوها حرقوها ولعت، والله ما طلعت الا بالاواعي النوم، وكيف شديت لجاكيته ما بعرف، اني حتى بالطاقيه على راسي، جيراني ادوني شاله حطيتها على راسي، وضلينا في الممر هم يقصفوا الدار بتولع، لغايه ما يمكن حوالي 6:30 طلعوا لنا واحد بشكله والله اعلم يا منهم ما بعرفش، يعني قال انت خلي الازلام ينزل، شلحوا ينزلوا والنسوان تنزل على الدور الثاني. نزلوا الإزلام كلهم تحت في صفون في مدخل العمارة، ونزلونا إحنا قالونا روحوا على الجنوب، وإحنا نازلين كانت طيارات الكويت كابتر على الدرج واقفة بتصور فينا، طلعنا إحنا وبعدينها بعرفش والله إيش صار لإزلام ولا إيش راح، أنا حتى الآن بعرفش عن جوزي حاجة، في طلعوا في ما بنعرفش عنهم حاجة. بعد ما طلعوا من الشفاء لقينا البيت نازل، إيش عملهم